اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج كلام في الميديا، واللي بيشرفني فيها زميل صحفي بالتاكيد متميز، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط الاستاذ محمد الدرزير. استاذ محمد، منور الدنيا. اهلا وسهلا بحضرتك، منور بيك، واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا انت امبارح كنت حاضر نهائي امم افريقيا، هنتكلم عن مباراه الختام بالامس، وهنشوف ازاي تعاملت الصحافه سواء بره خارج مصر، الصحف العالميه ووكالات الانباء، او حتى الصحف المحليه مع البطوله. لكن مشهد الامس في استاد القاهره رصدته ازاي كراجل اعلامي وناقد رياضي في ختام هذه البطوله كان مصر 2019؟ أكيد كان الحفل ختام رائع، حاجة مشرفة لمصر، الناس كلها اتكلمت عنها سواء داخل مصر أو خارج مصر. حفل رائع، إن كان بسيط ولكن متميز في يعني اللقطة الأفريقية، في مزج بين الثقافة المصرية والثقافة الأفريقية، حتى في الأغنية، في الرقصات، في الفقرات الفنية اللي كانت في الحفل. كانت مدته بسيطة ولكن كان زي ما قلت متميز، والناس كلها أشادت بيه طبعا. طيب امبارح بالتاكيد كان معانا صحفيين كتير من الجزائر ومن السنغال ووكالات انباء اجنبيه، تحديدا من فرنسا. يعني شفت انطباعاتهم ازاي عن تنظيم مصر للبطوله، وابرز يعني شغلهم اللي كان على مدار البطوله شفته ازاي، او ايه اللي قالوه؟ يعني الانطباعات ايجابيه جدا طبعا، يعني هم شافوا الناحيه التنظيميه في مصر، احنا خدنا البطوله قبلها باربع شهور بس، ان احنا نوصل للمستوى ده وعدد كبير من الفرق اول مره تقام ب 24 فريق. كان المستوى التنظيمي رائع، على المستوى سواء في التنظيم، انتقالات الفرق، الاقامه، سهوله دخول الجماهير، حاجات كتير جدا الناس اشادت بيها طبعا، ما كانش في اي مشكلات الحمد لله. انا شايف ان في اشادات كبيره من الصحافه الاجنبيه وخاصه الاوروبيه، كان في برضه ناس كتير من بريطانيا، برضه كان في ناس موجوده من فرنسا، ناس كتير امبارح كانت بتتكلم ان التنظيم كان رائع، وان كان يعني بدا يرتقي لكان احنا بننظم كاس عالم. يعني بالفعل التجربه الروسيه زي ما بقول احنا نفذناها هنا في مصر ونجحت بشكل كبير في التنظيم، ونتمنى ان شاء الله ده يستمر في البطولات اللي جايه، ان شاء الله مصر تقدر ان هي قادره في المستقبل ان احنا ننظم بطوله زي كاس العالم. بطوله زي كاس العالم، لكن رغم هذا التنظيم ورغم هذا الاداء المبهر، لكن كمان في رؤساء اتحادات عربيه كانوا موجودين في البطوله، ويمكن انا في اثناء الحلقه في البدايه اتكلمت على تصريح فوزي لكجع النائب الثاني لاحمد احمد، وقال ان المغرب في وجودها في هذه البطوله في مصر لاقت اهتمام وتنظيم لهذا الحدث اكبر مما شافته او تابعته المغرب في كاس العالم في روسيا. اكيد احنا كان في اهتمام كبير كمان بشكل خاص بالمنتخبات العربيه هنا، لان احنا يعتبر بيتهم الثاني مصر، كان في اهتمام كبير بالمنتخبات العربيه بجماهيرها، بالاقامه بتاعتها، بكل الفاسيلتيز اللي كانت متاحه للمنتخبات العربيه كانت كتير، كان في اهتمام كبير بيهم. بالفعل يعني احنا شفنا المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، كلهم اشادوا بالتنظيم واشادوا بالتعاون الكبير اللي عملته اللجنه المنظمه معاهم هنا في مصر، وده اكيد بينعكس على العلاقات القويه بيننا وبين الاخوه الاشقاء في الدول العربيه. حفل الختام وقدامي صور بصراحه كرنفال، يعني صور مبهره جدا ومبهجه في نفس الوقت عن مصر وعن تنظيم مصر. حفل الختام والاغنيه اللي قالتها طبعا الفنانه دنيا سمير غانم، يمكن الاغنيه كانت ملخصه لفتره طويله جدا اشتغلنا عليها في الفتره السابقه، شغل حوالي 5-6 شهور سواء للجنه المنظمه، المتطوعين، الكوادر، القياده السياسيه، اللجنه العليا، اللجنه، كل الناس قامت بدورها على اكمل وجه، لكن الاغنيه لخصت لان المصري ما يعرفش يعني ايه فشل، ادينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل. اكيد طبعا اكيد، احنا زي ما قلنا يعني الاغنيه زي ما حضرتك قلت لخصت كل الفتره اللي احنا الاربع شهور اللي قبل البطوله. بالفعل احنا كان عندنا تصميم ان احنا نعمل تنظيم رائع، نعمل بطوله غير مسبوقه، وده اللي حصل خلال الاربع شهور دي. احنا شفنا شكل الملاعب، شكل الفنادق، الجماهير وهي جايه من كل الدول الافريقيه، كان في اقبال كبير، كل الحاجات والتسهيلات اللي اتعملت دي اعتقد ان كل الناس اشادت بيها وكل الناس شافتها. احنا شفنا شكل الملاعب بقت عامله ازاي، ارضيات الملاعب عامله ازاي، غرف الملابس، كل الحاجات دي تنظيم الحقيقه عالمي، وده شيء بنفخر بيه طبعا. اكيد. طيب اكمل معاك حديث عن البطوله وعن حاجات كتير جدا هنتكلم فيها، لان بالتاكيد في تفاصيل مهمه جدا الاعلام اشتغل عليها خلال الساعات الاخيره، لكن اخرج الى فاصل ثم نعود الحديث بعد الفاصل. اخرج الى فاصل ثم نواصل الحديث مع الاستاذ محمد الدردير، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين في الحديث مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ محمد الدرديل بوكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ محمد، طبعا كنا بنتكلم عن حفل الختام المبهج والمبهر في نفس الوقت. طبعا حفل كان متميز في على كل المستويات، في توقيته وفي زمنه، لكن بشكل عام هل تتوقع ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه بعد هذا الحفل وبعد هذا التنظيم نقدر نستفيد بده في البطولات المحليه في الدوري والكاس، ويكون ده ليه مدلول او ليه يعني انطباع
على المرحلة القادمة ان احنا نقدر نستفيد بكل ده في المباريات المحلية وفي الكاس والدوري؟ اكيد طبعا المفروض ان احنا من عوامل نجاح البطولة دي اكتر حاجة نستفيد منها محليا. عندنا الدوري هيستكمل في الفترة اللي جاية، بطولات جاية كتير، سواء تنظيم بطولات السوبر المحلي اكتر من بطولة محلية، بطولة الكاس، سواء في لما يكون بنوزع نهائي الكاس، نهائي في الجوائز والحاجات دي. اعتقد لازم نستفيد من التجربة دي، ان شفنا حفل مبهر، تنظيم اكثر من رائع، المنصة تم توزيع الجوائز ونصب المنصة في وقت قياسي. اعتقد دي دروس اكيد لازم نستفيد منها الفترة اللي جاية في التنظيم، ان شاء الله تكون بداية انطلاقة حقيقية للفترة اللي جاية، ان احنا نستفيد من الاحداث وكل الحاجات اللي حصلت في البطولة. طيب حضرت البطولة من اول حفل الافتتاح لغاية اخر مباراة وحفل الختام، ايه النقاط اللي ممكن تكون ركزت عليها في شغلك وفي كتاباتك في وكالة انباء الشرق الاوسط؟ يعني طبعا اهم حاجة كنا بنركز عليها نتائج المباريات، تحليل فني للاداء لاكثر من منتخب في البطولة. يمكن البطولة دي فنيا مختلفة شوية، اول بطولة هيتلعب فيها 24 منتخب، كان في عدد كبير من المنتخبات الأفريقية، 6 مجموعات، كان في عدد كبير من المباريات، عدد كبير من النجوم، في برضو مفاجآت في النتائج أكيد. يعني كنا متوقعين المنتخب المصري يوصل لأبعد من كده بكتير، منتخب المغرب من الأول كان مرشح أنه برضو يكون في المباراة النهائية، يمكن عمل دور أول قوي، نتائج قوية، فوجئنا في دور 16 ما وفقش وخرج، كذلك المنتخب المصري، منتخب الجزائر ومنتخب السنغال يمكن على مدار البطوله فعلا هم يمكن كانوا اقوى منتخبين، وكانوا برضو مع الى جانب مصر والمغرب من المرشحين الكبار للفوز باللقب، ونجحوا ان هم يوصلوا المباراه النهائيه. كان في نتائج مفاجاه، فرقه زي منتخب مدغشقر اول مره تشارك وانها تتاهل لدور الثمانيه، كان شيء ايجابي وشيء كبير ان احنا نشوف المنتخب ده، وكان في مسانده كبيره ليه، ورئيس الجمهوريه بتاعهم حضر اكثر من مباراه هنا لمساندتهم. اعتقد ان المستوى الفني للبطوله يمكن كان متقارب بين اغلب المنتخبات، عشان كده يمكن نقول ان برضو المباريات كانت بتحسم ب 1-0 2-1، ما شفناش نتائج كبيره حتى في على مدار الدور الاول، قليل جدا ان احنا نشوف نتائج كبيره. وهو حتى معدل التهديف في البطوله بعد نهايه الكاس بالكامل 1.9 متوسط الاهداف في كل مباراه، هدف وتسعة من عشر بالضبط. وده اللي أنا بقول عليه، إنه فعلا حتى وإن كان المعدل التهديفي قليل شوية، ولكن ده ما بيقللش من قوة المنافسة، لا بيدل إن كان في منافسة كبيرة من كل المنتخبات، وما كانش في فرق بين منتخب كبير ومنتخب صغير. يعني الأسماء على الرغم من إن إحنا كنا برضو منتابع الأسماء الكبيرة، ولكن برضو كانت بتلاقي صعوبة كبيرة إن هي تكسب وإن هي تعمل سكور يعني في مباراة، لا كان في مستويات متقاربة فنيا. اعتقد ان يمكن دي من اهم سمات البطوله، 24 فريق، ولكن كان في ناس كانت متخوفه ان 24 فريق هيبقى فيه فرق ضعيفه، هيبقى فيه منتخبات هتقدر تحقق سكور وتبقى هي متفوقه في البدايه، لا احنا شفنا ان كان على الرغم ان هم 24 فريق، لكن لا منتخبات كتير كان في منافسه قويه من كل المنتخبات المشاركه. طيب حضرت المباراه النهائيه بالامس، هل اتفاجئت بالمستوى الفني في المباراه دي؟ المباراه امبارح هي نهائي لكن ما كانش بالمستوى الفني اللي يليق بمباراه نهائي افريقيا. بالظبط، يمكن هي برضه المباريات النهائيه غالبا ما بتبقى عصبيه اكتر منها فنيه، وده اللي احنا شفناه امبارح. يعني على الرغم من فوز المنتخب الجزائري هو يستحق البطوله بالفعل، ولكن انا شايف انه من اقل المباريات فنيا للمنتخب الجزائري، قدر يجيب جون في بدايه المباراه في اول دقيقه ونص بالظبط، وبعد كده حصل المنتخب السنغالي يتهز بعد الهدف ده. اعتقد ان بعد كده بدات المباراه بتاخد منحنى تاني، انا شايف ان لا كان في اكتر من كده فنيا من المنتخبين يقدروا يقدموه. منتخب السنغال ما قدرش يتعادل، وفي نفس الوقت منتخب الجزائر اعتمد على العنف شويه وعلى قوه الاداء، ده كان فعلا ما كانش النهائي المتوقع على المستوى الفني، ولكن في النهايه هي برضه النهائيات كده. هل الهدف المبكر هو اللي ادى انطباع للكل ان المباراه ممكن تكون سهله فالفرقتين بقوا خايفين من بعض؟ اكيد يعني الجزائر ممكن تجيب هدف ثاني تنهي المباراه بدري، السرغال خايفه تخش فيها هدف وعايزه تجيب هدف فما كانتش دخلت في اجواء المباراه بسرعه. بالظبط، يمكن توقيت الهدف في اول دقيقه ونص ده خلى المباراه اتصعبت اكتر على الفرقتين، منتخب الجزائر حس ان هو بدا يقرب وعايز يقفل ويدافع اكتر، منتخب السنغال حس ان هو اتخطف يعني جه في جون بدري جدا لسه ما دخلش لسه في اجواء المباراه. اما تدخل في اجواء المباراه وانت متعادل 0-0 غير لما تبقى انت كمان خسران، انت عايز لسه تتعادل وتخش في اجواء المباراه، فيمكن ده توقيت الهدف هو صعب شويه من مهمه المنتخبين، خلى المباراه النهائيه خرجت بالشكل ده مش على المستوى الفني الكبير اللي احنا كنا متوقعينه في المباراه. طيب ليه السنغال امبارح ما كانتش يعني بتلعب مباراه نهائيه
بس المستوى الفني كان اقل من المباراه حتى اللي لعبتها في الدور الاول رغم خسارتها من الجزائر. بس ليه السنغال امبارح ما شفناش ان في حميه او قوه عشان تلعب المباراه؟ ومش شايفين كمان لعيبه مع ساديو ماني بنفس المستوى او حتى قريبه من نفس مستوى ساديو ماني؟ اكيد يمكن برضو منتخب السنغال الجون اللي فيه جه في اول دقيقه ونص هبط مع رويات الفريق اكيد بشكل كبير، وخاصه بعد غياب كوليبالي من اهم واقوى المدافعين في الفريق. يمكن هم كانوا خايفين من قبل المباراه من غيابه، وبالفعل يعني انت اول دقيقه ونص اول دقيقه ونص راح تيجي في الجون وانت لسه بتبدا المباراه اثر بشكل كبير على معنوياته. اعتقد دي سي سي كان لازم يتعامل نفسيا مع اللعيبه بعد الهدف على طول، لان نفسيا فعلا حتى في ختام الهجمات وفي الفينش ما كانش في تركيز، كان في تضييع كتير جدا للفرص السهله. بالظبط، جاتهم اكتر من فرصه سهله ما فيش تركيز، بالعكس اكتر من كوره حتى في التسديد يبقى اللعيب والجون قدامه بيسدد الكوره بشكل وحش جدا بتطلع عاليه. اعتقد ان فعلا هو كان لازم يتعامل معاهم نفسيا بعد الهدف على طول اكتر منه بدنيا، لان هم لاخر المباراه كانوا بيهاجموا بس مش ما فيش تركيز، يعني ضياع اكتر من فرصه سهله. طب على هامش المباراه امبارح وكنت موجود في الفاينل، ويمكن سالت كذا صحفي سنغالي كان حاضر المباراه، وفي اخر خمس دقائق بسالهم هل ممكن المنتخب السنغالي يحرز هدف تعادل او يكون موجود في المباراه، اللي كنت حاسس ان فيه هدوء حتى في الاداء بتاع لعيبه السنغال. رد اكتر من صحفي على جزئيه وقال جزئيه واحده كلهم اتفقوا عليها، قال لك عقليه اللاعب او المينتاليتي بتاع لعيبه منتخب السنغال مش بنفس العقليه بتاعه ساديو ماني، مش بنفس الطموح اللي عند اليو سيسي وعند ساديو ماني او عند كوليبالي حتى اللي غاب عن هذه المباراه. طب ايه يعني فرقه وصلت فاينل كان ايه المشكله اللي عندها؟ يعني عقليه اللاعبين من ناحيه ايه؟ اكيد هم يعني هم طبعا بقالهم فتره ما كسبوش البطوله دي، كان عندهم امل كبير ان هم يكسبوها. لما يجي فيهم جون في اول دقيقه ونص بيأثر معنويا بشكل كبير. انا قلت يعني زي ما قلت لا، هو التاثير كان معنوي اكتر منه بدني. مفيش تركيز، الجون جه بدري في وقت قاتل في بدايه المباراه، اتاثروا معنويا بشكل كبير. هو يعتبر دلوقتي الهدف ده ثالث اسرع هدف في تاريخ بطولات الامم، يعني الرقم القياسي لسه الحمد لله محتفظ بيه ايمن منصور طبعا نجم منتخبنا في بطوله الجابون 94. فطبعا توقيت الهدف اثر بشكل معنوي كبير. احنا شفنا كمان بعد المباراه ساديو ماني كان متاثر ازاي جدا، يعني اكتر لاعب كان متاثر بضياع اللقب. يمكن هو قبل المباراه النهائيه في المؤتمرات الصحفيه قبل كده في تصريحات لي قال ان انا عندي اكسب كاس الامم الافريقيه مع المنتخب بلادي اهم من دوري ابطال اوروبا مع ليفربول. هو كان عايز نفسه يسعد الشعب السنغالي، وعارف ان الناس كتير واقفه وراه والفقراء في السنغال وكل الناس مستنيه منه البطوله دي. كان اكثر لاعب متاثر بعد المباراه، كان بيعاد بشكل هستيري، يمكن إلي سوسي راح تحدث معاه والجهاز الفني يحاولوا يخرجوه من الحاله اللي هو فيها. بالظبط، ما استناش حتى لتسليم الجوائز. بالظبط، لانه فعلا كان منهار جدا. فان شاء الله يعني نتمنى قدامنا الصوره حتى هي لعيبه السنغال راحت طبعا يعني الجماهير السنغاليه. كان في تاثير كبير واضح على ساديو ماني، ويمكن هو اجتمع بيهم كمان بعد المباراه في ارض الملعب قبل توزيع الجوائز. وحاجه مؤثره جدا يا محمد. اكيد طبعا طبعا، يعني وكنا نتمنى انه يبقى في اداء افضل من كده، او على الاقل الحميه اللي عند ساديو ماني تبقى عدوى منتشره في كل لاعبي السنغال. ولكن بالفعل يمكن توقيت الهدف اثر معنويا بشكل كبير، وده يمكن خطا من المدير الفني انه ما تعملش نفسيا مع اللاعبين بعد الهدف بشكل كويس. هل تتوقع رحيل اليو سي سي بعد اربع سنين او خمس سنين مع السنغال دون ان يحقق لقب قاري؟ هو حقق التارجت الاعلى ان هو وصل كاس عالم، لكن في البطوله الافريقيه وصل فاينل لكن ما فازش بالبطوله، وده ثاني فاينل للسنغال تخسره. بالظبط، هو يمكن ده هي دي صعوبه الموضوع، ان ده ثاني نهائي السنغال تخسره. بس اعتقد ان هو ممكن يكون مكمل، لان هو في النهايه بنى فريق وصل بيهم كاس عالم، في اشادات برضو على الرغم من الخساره. ويمكن حتى زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان رئيس الجمهوريه اثنى على المنتخب وشكرهم على الرغم من الخساره، وقال ان هو تاهلوا المباراه النهائيه وده شيء كويس جدا. اعتقد انه لازم يكون لسه ياخد فرصه ثانيه ويكمل، لان الفرقه اللي فيها كمان اعمار سنيه صغيره كتير ولسه قدامهم كتير، وعندهم بطوله جايه يركزوا. خلاص التصفيات هتبدا، البطوله كمان اربع شهور بالظبط. فاعتقد انه لا، من الصعب يتم تغييره في الفتره الحاليه. لا، انا رايي الشخصي انه هيكمل، ولسه الفرقه فيها اعمار سنيه صغيره، عندهم فرصه وخدوا خبره من البطوله دي. اكيد المره اللي جايه هيبقى شكلهم مختلف وهيبقوا اقوى كمان. طيب في المقابل الجزائر يمكن من اكثر المنتخبات اللي كان عندها ثبات تشكيل طول المباريات، وكنا دايما قبل ما بيجي لنا ورقه السكور في المقصوره الصحافه بنبقى عارفين ال11 اللي هيبداوا المباراه، ممكن لاعب او اثنين اذا كان في اصابه زي بالامس كده لما كان يوسف عطال ما كانش موجود، عارفين مين البديل اللي هيلعب المباراه. هل المنتخب الجزائري تاثر بدنيا لان هو لعب كم مباريات في فتره زمنيه حتى ما وصل لمباراه نهائيه، فبالتالي كان الاكثر تاثيرا من الناحيه البدنيه وما كانش بيأدي فنيا في المباراه بشكل كويس؟
ممكن يكون تأثر بشكل كبير، كان بيأدي بكل قوة من أول مباراة الحقيقة في البطولة. فممكن يكون في نهاية البطولة تأثر بشكل قليل، يعني مش بشكل كبير، لأن أعتقد برضو يعني هرجع أقول توقيت الهدف هو اللي خلى المباراة تخرج بالصورة دي. لو الهدف كان متأخر شوية، لو ما كانش يعني المباراة بدأت 0-0 وكملنا فيها، أعتقد المستوى كان هيبقى أكبر من كده. ولكن توقيت الهدف في بداية المباراة هبط معنويات السنغال بشكل كبير، وخلى لعيبة الجزاء بتلعب بأريحية أكتر، إن هي في النهاية متقدمة بهدف، وهو منتخب قوي جدا دفاعيا كمان وبيعرف يدافع كويس، كان في صعوبة في اختراقه من مهاجمين السنغال. ده يمكن ادهم أفضلية كبيرة في المباراة، وكان رأيهم يلعبوا بأريحية أكتر. يعني النقاط الفنية اللي ظهرت في منتخب الجزائر، إيه اللي ممكن المنتخبات اللي لسه بتستعد للفترة الجاية تستفيد منها؟ لأن الجزائر على المستوى الفني في هذه البطولة كان في بعض النقاط لو دخلنا في تفاصيلها هنعرف ليه الجزائر وصلت فاينل وفازت بالبطولة، رغم إن الجزائر بالسكواد اللي موجود مش أفضل منتخب بالسنوات السابقة. الجزائر حتى في التصفيات كانت بتعاني، اتعادلت مباريات سواء مع بنين أو مع فرق أخرى، كانت عندها صعوبة حتى في التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية. تصفيات كأس العالم ما كانتش موجودة في آخر كأس عالم في روسيا عام 2018، فبالتالي جمال بالماضي حتى فترة تولي المسؤولية تتكلم في 10 شهور، لكن في نقاط جوه الفريق أكيد إيجابية، إيه اللي ممكن المنتخبات تستفيد بيها أو الإعلام إزاي يطرحها أو يتناول هذه الموضوعات عشان الكل يستفيد بيها الفترة الجاية؟ أول حاجة ممكن تكون اللي هي الترابط الفني والترابط المعنوي بين اللعيبة، يعني في حالة كده بين النجوم مع بعض. في حالة إصرار وحالة ترابط معنوي كبيرة بين لعيبة المنتخب الجزائري وإصرار إن هم ياخدوا البطولة دي ويظهروا فيها بشكل قوي. الحاجة الفنية التانية بقى الترابط داخل خطوط الفريق. يعني المنتخب ما شاء الله متكامل، عنده في كل مركز أكتر من لاعب جاهز، ولو لعب ده أو لعب غيره لا، في ترابط بدني وترابط فني بين كل النجوم اللي فيه. خطوط متقاربة في الملعب، بيلعبوا بأريحية في الملعب، عارفين يتحكموا في رتم المباريات اللي بيلعبوا فيها، بينقلوا الكرة بسهولة، شايفين بعض في الملعب. دي كلها حاجات فنية أكيد بتميز المنتخب الجزائري طوال البطولة. يعني هل نجح المنتخب الجزائري لوجود عدالة بين اللاعبين؟ أكيد أو داخل صفوف الفريق؟ أكيد، ويمكن جمال بالماضي عنده خبرة، مدرب وطني فاهم وواعي وعارف إزاي يلم لعيبته وعارف إزاي يلعب الأفضل، ما كانش بيجامل حد. يمكن ده أثر بشكل كبير بشكل إيجابي على منتخب الجزائري طوال البطولة، ويمكن ما شفناش أي حالة تذمر أو في حالة أي تغيير، أي حد كان طالع أبدأ أي استياء أو أي حاجة. بالعكس هم عارفين دورهم كويس وعارفين دور المدرب كويس. ده بالعكس كمان تأكيدا لكلامك يا أستاذ محمد، امبارح في التغيير الاخير لمنتخب الجزائر هو تغيير ما كانش ليه معنى، لان اسلام سليماني مش موجود طول البطوله، كان عنده اصابه من اول البطوله ما كانش موجود، دفع بيه في الخمس دقائق الاخيره عشان ينول شرف المشاركه في البطوله الافريقيه. اكيد، واحنا شفنا برضو زي ما قلت لك هو فاهم وقاري كويس اللعيبه بتاعته معنويا، بيخوض المباراه بشكل كويس جدا، وزي ما قلت هو الترابط الكبير بين اللاعبين واصرارهم ان هم يعملوا حاجه لبلدهم ويحققوا البطوله هنا في مصر. ده في النهايه قدروا يعملوه ويتوجوا باللقب. الجزائر تعتبر دلوقتي هو اول منتخب يفوز ببطوله الامم تحت المسمى الجديد او تحت الشكل الجديد النظام الجديد 24 منتخب. هل تقدر بعد سنتين تكرر نفس الانجاز ولا ممكن تظهر قوه جديده بعد سنتين؟ لا، يمكن في القارة الأفريقية زي احنا شفنا كمان في البطولة دي، على الرغم ان يعني مدغشقر مثلا ما حدش كان قبل البطولة دي يتوقع ان هو يوصل توصل لدور الثمانية، اعتقد ان في قوة أفريقية كتير ممكن تظهر في الفترة اللي جاية. في منتخبات واعدة كتير، في مدربين وفي أوروبيين بدأوا ييجوا هنا ويبنوا منتخبات من اول الناشئين والشباب بدأوا يركزوا شغل الناشئين والشباب مع الأكاديميات. بالزبط. هو ده اللي وصل الجزائر للمرحلة دي. بالظبط، فأعتقد أن لا يعني الموضوع كل ماله هيبقى أصعب مش سهل. كل 24 فريق، في فرق كتير داخلة في المنافسة وعايزة تنافس وعايزة تظهر بشكل كويس، أعتقد الموضوع هيبقى صعب، خاصة أن الجزائر برضو في أكتر من لاعب أعتقد خلاص يعني بدأوا يعلنوا اعتزالهم من اللعب الدولي في الفترة الأخيرة، سواء رفيق حليش فاعتقد لا يعني هتبقى الموضوع اكثر صعوبه، مش سهل على المنتخب الجزائري الفتره اللي جايه يكمل بنفس المستوى ده، خاصه ان زي ما قلت في منتخبات كتير واعده عندها فرصه وعندها امل كبير ان هي تنافس في البطوله اللي جايه. طيب الجزء الثالث بقى في هذه المباراه هو عنصر التحكيم. كلنا قبل المباراه بيومين او 24 ساعه جالنا بيان او كلنا عرفنا ان طاقم التحكيم لهذه المباراه حكم جنوب افريقي فيكتور جوميز، وهو حكم مصنف من ضمن حكام النخبه في الكره الافريقيه، لكن فوجئنا بتعيين حكم كاميروني اليومنيانت اللي أدار مباراة الافتتاح. هل أولا بداية في المباراة هل شعرت بيه؟ هل كان ليه دور إيجابي أو سلبي في المباراة؟ ولا تقييمك لأداء الحكم الكاميروني؟
هو الحكم طالما انت ما شعرتش بيه بالمباراه يبقى حكم ماشي بشكل كويس يعني. تمام. يمكن امبارح هي بقى في لقطه اللي هو رجعوا للفار وكده، ودلوقتي يعني كويس ان احنا برضو عايزين نشيد بالتجربه دي، نجحت بعد اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا. هي نجحت عشان استعانوا بحكام اوروبا ولا عشان الحكام بقى عندهم درايه اكتر بالملف ده؟ لا يمكن الاثنين يعني، بعد اخدوا تجربه اتعلموا درس من اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا ان هو ما يتكررش تاني، وفي نفس الوقت برضو وجود التقنيه الاوروبيه كلها ساعدت في نجاح المنظومه دي. وانا شايف ان الحكم لا ادى مباراه كويسه، ما كانش في اي اعتراضات عليه، وزي ما قلت لحضرتك طالما انت شايف الحكم مش حاسس بيه في الملعب، ما فيش اي اعتراضات، ما فيش اي عصبيه، يبقى هو ناجح بشكل كبير في اداره المباراه كده. طيب فكره استعانه الاتحاد الافريقي بحكام من فرنسا على مدار البطولة، ودايما كده في كل المباريات من اول دور الثمانية حتى الفاينل الحكم الفيديو المساعد اللي هو الخاص بالتقنية الاساسي فرنسي، ممكن يكون جنبيه مساعد مصري، مساعد كاميروني، مساعد سنغالي، مساعد من اي دولة افريقية، لكن دايما الاساسي حكم من فرنسا. يمكن دي عشان اول مرة، عشان يمكن اول مرة تطبق في القارة الافريقية، عايزين يضمنوا ان هي تبقى ناجحة، وخاصة بعد اللي حصل في ضمان سلامة ونجاح التجربة. بالظبط. واكيد المتواجدين معاه الاسيستنت المساعدين بتوعه بياخدوا خبرة من تواجدهم معاه. اكيد المرات الجاية الوضع هيختلف بشكل كبير يعني. ما فيهاش احراج للتحكيم الافريقي؟ يعني عشان يمكن اول مره واللي حصل في نهائي دوري الابطال مأثر شويه، مش عايزين اي حاجه زي كده، مش يعني مش هتستحمل اي خطا تاني. اعتقد يمكن دي عشان اول مره ممكن يعني نتغاضى عنها الاتحاد الافريقي، لكن اكيد اعتقد ان هي مش هتتكرر في البطولات اللي جايه، استحاله يعني. حتى المساعدين الموجودين معاه من القاره الافريقيه اكيد اتعلموا وخدوا دروس ان هم ازاي يديروا المنظومه. طيب نجاح تجربه الفي اي ار الفيديو اسيست ريفري في مصر انا شايفها بقى من وجهه نظر مختلفه. ست ملاعب مصرية أقيمت فيها المباريات الإفريقية وتنفذ فيها تقنية الفيديو، تقنية الفار، ده ممكن نستفيد بيه إزاي الفترة الجاية؟ لأن خلاص التقنية اتنفذت وكانت موجودة في الملاعب المصرية بالشكل ده، أو بالتقنية دي ما كانتش موجودة في الملاعب المصرية قبل كده. صحيح. بالشكل ده خلاص ملاعبنا أصبحت جاهزة، وست ملاعب من الملاعب الرئيسية، استاد القاهرة، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد إسماعيلية، استاد اسكندرية، استاد السويس. صحيح. وهم ست ملاعب بنستفيد بيهم في الدوري، كان معانا استاد القاهره، لكن صحيح. ممكن ان شاء الله نرجع استاد القاهره من تاني. تعليق على هذه الفكره، وازاي بقى خلاص بقت الحجه ان الملاعب مش جاهزه، بقت خلاص الحمد لله عندها التقنيه وبقت تقدر تنفذها في ملاعبها. ما دي بقى البنيه التحتيه اللي احنا قلنا لازم نستفيد منها بعد انتهاء البطوله. يعني دي اول حاجه لازم نستفيد منها، الملاعب، شكل الملاعب، التخطيط، استخدام تقنيه الفار. اعتقد ان دي فرصه لينا ان احنا طالما الملاعب بدات مجهزه نبدا نعمل دورات تدريبيه مكثفه لحكامنا المصريين لتطبيق التقنيه دي في بطوله الدوري وفي البطولات المحليه. اعتقد دي حق لكل الانديه ان يتم تطبيق هذه المنظومه في الدوري المحلي وفي الكاس والبطولات المحليه. فدي فرصه كبيره ان احنا نستفيد منها الفتره اللي جايه. الملاعب اصبحت مجهزه، بس يتبقى ان احنا زي ما قلت ندرب عليها حكامنا المصريين، واعتقد ان هم عندهم كفاءه ان هم بوقت سريع ان هم يقدروا يتعلموا التقنيه دي ويتدربوا عليها بشكل كويس ويتم تطبيقها يعني. طيب هل عندك تعليق في مشاركه الحكام المصريين في البطوله؟ يعني ابراهيم نور الدين ادار مباراه واحده، امين عمر ادار مباراه واحده، جهاد جريشه مباراه لغايه لما ادار مباراه الثالث والرابع، لكن كان مباراه واحده ايضا زي ابراهيم وزي امين. يمكن دي علامه استفهام يعني البطوله على ارضنا. اكيد اكيد يعني، ودي يسال فيها لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي يعني. هو في النهايه هم اللي بيختاروا، لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بتختار الحكام، هي شايفه فيه برضو تصنيف هم حاطينه الحكام افريقيا، يمكن في حكام اداروا اكتر من مباراه. بس البطوله دي يا محمد ما كانش فيها تصنيف في اداره الحكام للمباريات، لان الغريبه. طب اقول لك على حاجه، المباراه النهائيه ادارها مين؟ مش اليوم نيانت الحكم الكاميروني؟ مش من حكام النخبه، بس هو ادار المباراه الافتتاحيه. فيعني هي انا اعتقد ليها حسابات اخرى برضو في لجنه الحكام. فدي علامه استفهام كبيره يعني، من حق الحكام المصريين بطوله على ارضنا ان احنا وحكام مصنفين يعني. جريش حكم من حكام النخبه. بالظبط. يمكن هو اللي حصل مع الكابتن جهاد قبل البطوله وبعض الاحداث دي اثرت برضو شويه على تصنيفه وعلى فرصه انه يحكم مباريات في البطوله، ولكن اعتقد ان لا، كان المفروض حكامنا يديروا عدد اكبر من المباريات بصراحه في كاس الامم الافريقيه، ولا يسال عنها الاتحاد الافريقي لكره القدم طبعا. لان كمان في نقطه يعني، مصطفى غربال الحكم الجزائري مش بنفس التصنيف زي باقي الحكام يعني، نقدر نقول زيه زي مثلا امين عمر، مش هقول ابراهيم نور الدين، زيه زي امين عمر. امين عمر عمل مباراه خد فيها 9.5 من 10. مصطفى غربال الجزائري ادار اكتر من 3 مباريات او حوالي 3 مباريات، بل بالعكس ادار مباراه للسنغال في دور ال 16 وادار مباراه للسنغال في دور ال 8.
فإذا في مليون علامة استفهام في هذا الملف تحديدا. أكيد طبعا علامة استفهام كبيرة، يعني لازم يكون في عدالة ولازم يكون في معايير في اختيار الحكام، يعني مش لازم كلها معايير واضحة ومعروفة. أنت واخد عدد معين من الحكام المفروض توزع عليهم مباراة بالتساوي على الأقل. يعني لكن هي دي علامة استفهام كبيرة طبعا. من هل ده ممكن يأثر على حكامنا في المباريات الإفريقية أو المباريات المحلية؟ لا أعتقد المردود بقى على الحكام يعني المصريين في بطولة الأمم ممكن يأثر عليهم حتى نفسيا في الفترة الجاية؟ لا أعتقد، يعني أكيد هتأثروا نفسيا بشكل ما، ولكن أعتقد أن حكامنا برضو بخير، وأن احنا لسه قدامنا استكمال بطولة محلية وفي بطولات أفريقية جاية. أعتقد لا يعني إن شاء الله التحكيم المصري بخير ومش هتأثروا بشكل كبير بنقطة زي دي. هم عارفين برضو أن في علامات استفهام كبيرة على لجنة الحكام في الكاف، أعتقد أن الفترة الجاية برضو هيحصل بعد التعديلات وبعض الحاجات. طيب نختم كلامنا على بطولة الأمم الأفريقية، كان مصر 2019 وهو العنوان الأبرز اللي قلناه أن نجحت مصر وفازت الجزائر. طيب المشوار المحلي خلاص نقفل الملف الافريقي وساعات وهنعود من جديد بقى للكره المصريه والكره المحليه من تاني، ولسه عندنا بقى مباريات من الموسم الماضي لسه ما خلصتش. كان يعني نفسنا المباريات كلها تخلص قبل كاس الامم الافريقيه زي كل العالم، حاولنا يعني وقلنا كتير والله يا محمد، بس للاسف ما كانش في حد في الاتحاد عنده درايه بالاوراق وباللوائح والقوانين، وكان دماغهم رايحه في اتجاه تاني خالص، بس للاسف يعني هنعمل ايه. وللاسف كمان يعني انا شايف ان في فرق كتير، يعني الاهلي والزمالك عملوا معسكرات واستعدوا كويس للاستئناف البطوله، انا شايف الفرق الثانيه برضه مظلوم يعني في لعبه كتير كانت فتره راحه وفتره توقف كبيره جدا، اكيد هتتاثر بشكل كبير في المباريات المتبقيه. عدد قليل من المباريات بس مؤثر لانه هيحدد في النهايه بطل الدوري. تمام. طيب بكره اول مباراه في المباريات المتبقيه في الموسم الماضي، وانا احب دايما هقول الجزئيه دي مباريات متبقيه من الموسم الماضي مش استكمال مباريات الدوري. طيب بكره في مباراه، بعد كده الاربع في مباراتين في نفس التوقيت، ثم الختام مباراه القمه. هل تتوقع بما انك صحفي وكاتب وناقد رياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، هل تتوقع ان ممكن الدوري يتحسم قبل مباراه القمه؟ والله يعني برضو صعب، يعني ليه؟ لان انا زي ما قلت لك الفرق الاخرى سيبك من الاهلي والزمالك، انا شايف ان هم هيتاثروا بشكل كبير في اجازه. هيتاثروا بشكل كبير. متوقع تشوف المردود بتاعهم زي ما كان الدوري بيختتم في الشهر 5 اللي فات؟ بالظبط، اعتقد ان هيبقى المستوى هيقل بشكل كبير. يعني انا اول مره اشوف برضو فرقه بتعمل معسكر اعداد لموسم جديد وهو الموسم اصلا لسه مخلص، يعني حاجه صعبه جدا. اكيد في تاثير كبير، صفقات صفقات جديده عايز تبرمها، عايز تبدا تعمل تخطط لموسم جديد وانت اصلا الموسم عندك لسه ما خلصش، فتره توقف كبيره. اعتقد هيبقى في تاثير كبير على المستوى الفني في المباريات اللي جايه دي. طيب وانا في بدايه الحلقه طرحت كده مجموعه من الاستفسارات والاسئله ووجهتها للمسؤولين عن اداره اتحاد الكوره، وبالتاكيد يعني هتبقى موجهه للمدير التنفيذي اللي بيدير الاتحاد في هذه الفتره، وهو المفروض بيسير اعمال الاتحاد، لكن في امور فنيه في مجموعه اسئلتي كصحفي، واكيد بتستنى البيان او المعلومه او الخبر اللي وكاله انباء الشرق الاوسط بتتعامل مع الاعلام تحديدا او الصحافه بشكل ومنظور مختلف، بتتعامل مع البيانات الرسميه الاخبار الرسميه بشكل مختلف. لكن هل وانت دلوقتي، احنا دلوقتي النهارده كام في الشهر؟ 21/7، صحيح، اكيد مستني اجابات او بيانات في امور محدده. هل جالك بيان متعلق بقائمه الموسم القادم 25 و30؟ لسه ما فيش اي حاجه، يعني احنا ده برضو شيء غريب جدا، خلاص يعني القيد هيفتح المفروض خلاص على 28/7، خلاص على الاسبوع القادم، يعني ما فيش اي بيانات، ما تعرفش شكل القائمه في الموسم الجديد عامله ازاي، 30 ولا 25 ولا في. هل عندك او جالك بيان اللاعب الاجنبي السنه الجايه يعني هيتعامل معاه ازاي، او اللاعب الشمال الافريقي المحل هيبقى محلي ولا لا؟ لسه ما فيش اي حاجه للاسف. ما في يعني، ما كل ده المفروض اسئله مهمه جدا ومفروض يتجاوب عليها في اسرع وقت ممكن عشان نبدا. طب المفروض دلوقتي قبل بكره، المفروض، ما انا بقول لحضرتك في اسرع وقت ممكن عشان تبدا الفرق والانديه تبني استعدادها للموسم الجديد. طيب هل جالك بيان او جالك توضيح من اتحاد الكوره بعد الغاء مسابقه 97 او اتلغت مسابقه 97 ليه؟ برضه ما فيش اي. طب بعد الغاء مسابقه 97 الانديه بتتعامل ازاي مع اللعيبه المقيدين تحت السن؟ ما فيش، كل دي اسئله كتير، ما فيش اي. دور الاعلام انه يسال، صحيح، والاجابات بتجيله او البيانات بتطلع، لا بنسال وما فيش اجابات بتطلع. طب يعني إيه؟ زي ما كنا الفتره اللي فاتت كلها كان التركيز كله في كاس الامم الافريقيه واي حاجه تانية كانت متوقفه، بس في لجان المفروض تقوم بالدور ده المفروض، بس للاسف ما فيش اي جديد، واعتقد ان لازم في اسرع وقت ممكن خلال يوم او اتنين كل الاسئله دي يتم الاجابه عليها عشان الانديه تبدا تستعد للموسم الجديد اللي هو الموسم اصلا المقادر لسه ما خلصش لحد دلوقتي. طيب مين بعد، طبعا بعد ثروت سليمان هيكمل كمدير تنفيذي طبقا للائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري مع الاتحاد الدولي، طيب مين هيدير لجنه الحكام في الفتره الجايه؟ لان عندهم ملف الحكم الاجنبي في مباراه القمه، والحكم الاجنبي هيكون منين؟ والدوريات الاوروبيه في اجازه، وبالتاكيد الحكام في اجازه،
طب هل هيبقى حكم افريقي عشان بطوله افريقيا كانت في مصر فلسه في موجود حكم منهم، ولا هيروحوا لمدرسه امريكا الجنوبيه كان كوبا امريكا بتتلعب في نفس توقيت بطوله افريقيا؟ طيب لجنه شؤون اللاعبين مين اللي بيديرها الفتره الجايه عشان يحدد الملامح دي كلها؟ هل في اجابات عند حضرتك في الموضوعات دي ولا الامور لسه غامضه؟ اكيد لسه غامضه، مفيش اي حاجه جديده للاسف. يعني شايفين كان في حاله ركود كده الفتره الاخيره مع بدايه الكاس الامم الافريقيه والبطوله انتهت، للاسف مفيش اي اجابات على الاسئله دي حتى الان. ونتمنى ان في اسرع وقت ممكن سواء يتم تشكيل اللجان او يتم الاجابه على هذه الاسئله، الحكام، شؤون اللاعبين، القيد، كل دي اسئله مهمه جدا، مسابقات، كل ده نتمنى في اقرب وقت يتم الاجابه عليها. طيب خريطه الطريق بالنسبه للكره المصريه الفتره الجايه، المعلومات اللي عندك هتحصل فيها ايه او ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هل المدير التنفيذي هيدير العمليه طبقا للائحه خلال 3 شهور او خلال شهر لغايه يبقى في انعقاد جمعيه عموميه تعمل انتخابات، ولا هنستنى لغايه اولمبياد طوكيو في 2020 وبعدها يبقى في انتخابات؟ يعني ايه المعلومات اللي عندك في الملف ده؟ يمكن اعتقد ان بالنسبه للاتحاد الكوره يعني هو صعب ان انت تعمل انتخابات، وهي الرؤيه في الوقت الحالي ان انت صعب تعمل انتخابات وتكلف عشان سنه، لان لازم قبل بعد اولمبياد طوكيو في انتخابات ثانيه. اعتقد ان الاتجاه دلوقتي فيه خطابات بتوجه لاخذ راي سواء الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه لتشكيل لجنه مؤقته يديرها المدير التنفيذي للاتحاد، لجنه تعاونه في الفتره دي لحين اول جمعيه عموميه بعد الاولمبياد. لجنه فنيه اكتر ولا لجنه بتدير بس كناحيه اداريه؟ هو لحد دلوقتي ما تحددتش ملامح اللجنه، هم الاول مستنيين الموافقه على وجود لجنه، وبناء عليه لجنه مع المدير التنفيذي. وبناء عليه هيتم اختيار اللجنه دي لسه في الوقت الحالي، بس لازم المفروض طبعا تكون لجنه فنيه، يعني ده الالف به. يعني ايه اللي هيكون منوط تقوم بيه اللجنه خلال الفتره الجايه؟ إدارة كل ملفات الكرة المصرية، أكيد المفروض اللجنة دي لازم يكون فيها ناس مختصين بإدارة الملفات، كل الملفات سواء حكام، مسابقات، شؤون لاعبين، لازم يكون يبقى هم أعضاء اللجنة دول مشرفين على الملفات دي كلها، كل عضو مشرف على ملف لتسيير الأعمال لحين أول انتخابات أو جمعية عمومية تقام بعد الأولمبياد إن شاء الله. طيب ملف المدير الفني المصري للفترة أو المدير الفني المنتخب مصر الفترة الجاية، لأنه لغاية اللحظة دي مش عارفين هيبقى وطني ولا أجنبي، مصري ولا من أوروبا، أو من حكم أو قصدي مدرب آخر من خارج المدرسة الأوروبية. هل ممكن اللجنة دي كلها ملف أو لها قرار في اختيار المدير الفني، ولا المدير الفني ده مش هيتخذ فيه قرار دلوقتي في ظل إن في تصفيات هتبدأ في شهر 11، تصفيات إفريقيا المؤهلة للكان 2021 في الكاميرون؟ اعتقد ان لا، المفروض يتم البت في موضوع، يعني اول حاجه يبتوا فيها بعد المسابقات وكده موضوع المدير الفني للمنتخب، ان خلاص زي ما حضرتك قلت داخلين على التصفيات الكان، لازم يكون من بدري، يعني مش لازم يجي المدرب واحنا خلاص داخلين على التصفيات، لازم يبدا يدرس ويشوف البطولات المحليه المحترفين، يبدا يحدد ملامح شكل القائمه في البطولات اللي جايه. يمكن دي برضو حاله الركود دي وحاله انه ما فيش حسم مأثرة على ملفات كتيرة في الكرة المصرية الفترة جداً. اللي جاية أكيد ملفات كلها مهمة جدا جدا جدا، خاصة ملف المدير الفني، ملف المسابقات، ملف شؤون اللاعبين، كل دي حاجات مهمة جدا جدا. أعتقد أن في أسرع وقت ممكن لازم البطولة خلصت، لو كانت الناس حد يعني بتحجج بالبطولة خلاص البطولة انتهت. نتمنى في أسرع وقت ممكن نحن نحسم الملفات دي. سؤال أخير، وطني ولا أجنبي مع أي مدرسة؟ والله الفترة المفروض الفترة اللي جاية دي يبقى مدرب وطني. احنا شفنا يمكن هو السنغال والجزائر بمدرب وطني قدروا يوصلوا نهائي الكان وعملوا مستويات رائعه. اعتقد المدرب الوطني هيكون اكثر درايه بطبيعه اللعيب المصري كمان، ويقدر يعمل توليفه من يعني احنا اكثر انجازاتنا اللي حصلت كلها بمدرب وطني في كاس الامم الافريقيه. تمام، اعتقد المدرب الوطني يبقى ليه افضليه اكثر في الفتره اللي جايه، خاصه في الظروف اللي احنا مرينا بها بعد الخروج المبكر من كاس الامم الافريقيه. تمام، اخر خبر اختم بيه، بكره ان شاء الله الاحد 21/7 في اجتماع مهم جدا للجنه المسابقات وتراخيص الانديه في الاتحاد الافريقي لكره القدم، ستعقد في هذا الاجتماع شكل المسابقات في الفتره القادمه، تراخيص الانديه التي تقدمت بتراخيصها في المسابقات الافريقيه، شكل المصاريف والميزانيات ومتعلق بمشاركه الانديه في الفتره القادمه، فترات القيد، فتره ارسال اسماء الانديه للاتحاد الافريقي، كل هذه الامور سيتم مناقشتها غدا، وهناك ملف مصري، ملف ليبي مدرج على جدول اعمال هذا الاجتماع. لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي اللي هيرئيسها
اللي هيكون رئيسها لاول مره الكونغولي كونستا عماري، هو النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي، وتم تعيينه في هذا المنصب بعد استبعاد طارق البشماوي التونسي اللي كان بيترأس هذه اللجنه خلال الفتره الماضيه. استاذ محمد الدردير انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب من الكره المصريه في الفتره القادمه. شكرا جزيلا لك، شكرا في المشاهدين. شكرا جزيلا. كانت فتره مهمه جدا بنتكلم فيها في هذه الفقره على مسألة الكرة المصرية والكرة الإفريقية، ختام كان مصر 2019، وكل التوفيق يا رب للكرة المصرية في الفترة القادمة من أجل استعادة بسرعة الأمجاد والفوز بالبطولات الإفريقية بعد ما حدث في كان مصر 2019. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، وإلى اللقاء.